إياكم في برنامجنا. نستضيف اليوم الأستاذ المميز الأستاذ أسيد، حياك الله. الله يحييك. إيش رأيك، سؤال مباشر كذا، إيش رأيك بالأستاذ هادي الصالح؟ كويس. ها؟ كويس. الأستاذ هادي الصالح يعني من الأساتذة المميزين، يعني إيش رأيك فيه، يعني إيش رأيك فيه؟ صح كلامك، أتفق معك. يعني إيه، تعرفني؟ أنا تعرفني؟ لا. ما تعرفني؟ لا. أنا لي في سنوات في الإعلام، ما تعرفني؟ يعني عرفتك من تالي يعني. طيب تعرف عبد الله حبيب؟ إيه. وش عبد الله حبيب كم له سنة في ال 20؟ هذه عشان إحنا قلناها. عشان قلناها إيه. إيه. سمعت معلومة أنه عندك مدرس ضربك وانت صغير. صح. إيش؟ شغبت وضربني بس. إيه. هذا عشان ما أطلع له ثعبان، أجيب له أرنب بنفس الجو حقي دايم، نمر. أجيب له دمية. طيب أنت بلا تطلع القطوة وراك. ها؟ القطوة لا تطلع في الكادر. إيش دخلك؟ هذه حق حريص على الفقرة. كلامك بخير وانت بصحة مستفز صح. هذه اثار فقرة شكلها كانت موجودة والله. انت ايش شعورك باجاباته؟ باجاباته ولا اسئلتك؟ لا انا يعني الاسئلة، يعني يا اجيب له ارنب ولا اسأل، هذه الاسئلة يعني في الاخير. صح. اي يعني ايش عندي اكثر؟ لا يعني مثلا، فهمت قصدي؟ اي يعني والله غريب، كله غريب. بس انا صدقا في شيء صار كذا؟ اي جيبوا لي بخاخ رغوة ابخ عليه. لا طيب انا وش كلامك بخير يا عبد الله؟ صح وسلامه يا حبيبي. يا اخي الدنيا دواره. ليه كنت هذه